جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذه السائلة تقول: أيهما أفضل في لباس المرأة بين النساء، أن تلبس لباسا يكشف ما يباح لها الكشف عنه كالذراعين والساقين والشعر، أم الأفضل لها أن تلبس الواسع الفضفاض الذي لا يكشف إلا عن الوجه والكفين فقط مأجورين؟ نعم، هو هذا، تلبس اللباس المحتشم، تلبس ما يسترها ولا يكون ضيقا ولا يكون شفافا، ولا تبدي عند النساء إلا وجهها ورأسها وكفيها وقدميها، أما كشف الساق أو كشف الذراعين عند النساء هذا أمر لا يجوز، لأنها تكون قدوة سيئة للنساء، ولأنها لا حاجة إليه، كشف هذه الأمور لا حاجة إليها، سترها لا شك أنه أضبط وأحفظ للمرأة. نعم.